بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، أحييكم أنا علاء أمين في كورس جديد. كورسنا إن شاء الله يا شباب هيتكلم عن الباشل، لكن قبل ما نخوض في التفاصيل ونستعرض مع بعض الباشل والأوامر، خلينا نقول إن أي نظام تشغيل سواء كان ويندوز، ماكنتوش، لينكس، أي نظام تشغيل هو بيتيح للمستخدم التواصل مع الكمبيوتر عن طريق أحد الخيارات المشهورة اللي اشهرها الجي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، اللي هي بتبقى عباره عن حركات الماوس، عن الايكونز، عن المينيوز اللي انا بتعامل معاها. يعني بتعامل او بقدر اتواصل انا كمستخدم مع الكمبيوتر بتاعي عن طريق ما تراه عيني. ده بيتسمى البيئه الرسوميه او الجي يو اي. في كمان طريقه معروفه لدى يمكن معظم من الناس اللي هي السي ال اي او الكوماند لاين، يعني بتواصل مع الكمبيوتر عن طريق الكوماند او الاوامر المكتوبه. طيب انا امتى استخدم الجي يو اي وامتى استخدم السي ال اي وامتى استخدم الشيل؟ الجي يو اي تقريبا معظم الناس بتستخدمها لانها طريقه سهله مشهوره جدا. السي ال اي مش كتير بيستخدموها، ولكن انت بتلجأ ليها في الحاجات اللي انت مش بتعرف تعملها بالجي يو اي. خلينا ناخد مثال شهير جدا. انا لو حبيت ان انا اعمل باكيت انترنت نتورك درابر، باكيت انترنت نتورك درابر اللي هو الامر المشهور جدا اللي هو البينج يا شباب. البينج انا بعمله منين؟ بعمله من السي ال اي اللي هو الكوماند لاين، الشاشه السوداء ديت. البينج بيتيح لي ان انا اخاطب اي اي بي معي على الشبكه او اي موقع على الانترنت، مش اخاطبه ان انا اتاكد ان هو هل هو موجود بيرد عليا ولا لا. الامر ده انا ما اقدرش اعمله من جي اي، كلنا عارفين. حتى لو عملته من جي اي، حتى لو عملت ان انا مثلا برمجت برنامج كده وعملت باتون او يعني زر يتيح لي ان انا اعمل بينج، الباتون ده هو بيروح يخاطب اصلا السي ام دي وبالتالي بينفذ الامر من خلاله. فبالتالي الكوماند لاين او الباور شيل بيديني قوه اني استخدم حاجات ما اقدرش استخدمها من الجي يو اي. السؤال اللي بيقول او حد ممكن يتساءل، طيب انا بما اني في اكتر من نظام تشغيل، فبالتالي في اكتر من امر خاص بنظام التشغيل، وبالتالي في اختلاف بين الاوامر وبين نظام التشغيل. يعني ما اقدرش استخدم امر خاص بالباور شيل بتاع الويندوز في بيئه لينكس والعكس صحيح. وكون ان في اكتر من امر مشترك، يعني البينج ممكن نستخدمه مع الويندوز والماكنتوش واللينكس، ممكن اكتر من نظام تشغيل، امر مشترك، لكن في فعليا اوامر انا ما اقدرش استخدمها في بيئه مختلفه عن بيئه نظام التشغيل بتاعها. لكن هنا ياتي قوه البشل. البشل هتلاقيه باي ديفولت انيبلد في اللينكس وباي ديفولت انيبلد في الماكنتوش، وممكن ان احنا نعمل له انيبل ل اوبريتنج سيستم خاص بالويندوز ونشتغل عليه. فبالتالي انت ممكن تشتغل عليه هنا وهنا وهنا. كمان الناس اللي حابه تبقى ديفلوبر او تبقى بروجرامر، البايثون بيدعم اوامر البشل بقوه، هيديك مرونه وقوه زي ما احنا قلنا واكدنا على الامر. يبقى احنا في الدروس او في الدقائق القليله اللي فاتت اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان احنا هناخد البشل، وقلنا احنا هناخده ليه؟ ايه المنفعه اللي هتعود عليا من اني افهم البشل؟ ايه المكتسبات اللي انا هتضاف ليا كمستخدم؟ باختصار شديد جدا انا هنتقل من النورمال يوزر للبروفيشنال يوزر، او هنتقل من النورمال بروجرامر للديفلوبر لو قدرت ان انا افهم محتوى الكورس. ان شاء الله الدرس الجاي او الحلقه الجايه هنستعرض ازاي نعمل انيبل للبشل على الاوبريتنج سيستم الويندوز، لان هو باي ديفولت مش هتلاقيه نازل، يعني مش هتلاقيه الفيتشرز مش متاحه ليه، ولكن بطريقه بسيطه جدا هنستطيع ان احنا نضيف البشل على الويندوز. اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.